السلام عليكم اهلي وناس وحبايبي واصدقائي فنزاتي، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بس حبيت ايه، معلش، حبيت اتكلم في موضوع الستات. انا فعلا يعني ايه، مين فينا ما تعرضش لمشاكل مع زوجته واسرته؟ لكن الشاطر اللي ينجح في الاخر. طبعا انا بتكلم مش على في ستات ما تتعشرش، ما تنفعش خالص، ومحاكم الاسره موجود منها كتير، فيها كتير، ولكن انا بتكلم المشاكل الاسريه بصراحه. بصراحه بيبقى اساسها الراجل. يعني شوف اي حد، انا الاول كان رايي اساسها الست، لكن لما الواحد لما بينضج وبيكبر كل مره اساسها الراجل. ليه؟ هو ديننا وسيدنا محمد قال لنا ايه؟ مش قال أوصيكم بالنساء خيرا؟ قال لنا رفقا بالقوارير. هو ليه ما قالش للستات أوصيكم بالرجال خيرا؟ بصوا، في ديننا وفي الأديان كلها في درجة زيادة للراجل، بحيث مطلوب من الراجل إن هو اللي يحتوي الست. الاحتواء يا جماعة، الاحتواء هو سبب ان ما يبقاش فيه مشاكل اسريه. يعني ايه؟ احنا نعرف طبعا الكلام ان خلقنا من ضلع اعوج والكلام ده كله، جميل. طيب، حتى ان الراجل مسموح له يتجوز اربعه. عارف يعني ايه اربعه؟ يعني يحتوي الاربعه. وعارف يعني إيه الست؟ الست الحاجه الوحيده هي مش عايزة منافسة، هي مخلوق كده. يعني كمالها في طلعها الأعوج، أو كمالها في، مش بقول لك نقصات عقل ودين، أنا ماليش دعوة إن في بعض الناس يقول لك الأحاديث مش، لكن خلقنا من ضلع أعوج إذا عدلته مش عارف إيه، ماشي، كلام جميل، ولكن هي جمالها في كده. يعني انا قلت لكم قبل كده الاحتواء، انك انت ايه مثلا في مشكله بسيطه، انت متاكد مليون في الميه انك انت صح، ولكن الست وانت متاكد ان هي اللي غلط. مش لازم تصمم على رايك. الستات ما بتتاخدش كده. الستات احتويها وقول لها صح، انت اللي صح، انت اللي صح وكل حاجه ومش عارف ايه، وبعد خمس ست دقائق، ساعه، ساعتين، ثلاثه، تاني يوم هتلاقي هي نفسها تقول لك لا يا حبيبي والله انت اللي غلطان، انا اللي غلطانه وانت اللي صح. يعني الستات حاول ما تاخدهاش الند بالند، يعني راجل قصاد راجل في عركه، ده شتمني واشتمه، لا 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 لا، الامور مش كده. ما كانش الرسول قال لنا اوصيكم بالنساء خيرا؟ ما كانش قال رفقا بالقوارير؟ انت فاهمني؟ فهي المشاكل كلها بتبني من نائر ونير. يعني ايوه، نائر ونير يعني عدم احتواء. لا، الراجل بيبقى في كل، في اغلبيه الاوقات هو الصح، بس الست مش كده. الست لها طريقه في التفكير غير تفكير الراجل، وانتوا عارفين الفرق يعني في طرق التفكير. علشان كده حتى تلاحظوا ان الصحابه عمر بن الخطاب، فاكرين الراجل اللي عمر بن الخطاب راجل كان بيشتكي ان زوجته مش كويسه معاه وكده، فراح يخبط على جاي يخبط على عمر بن الخطاب، فسمع زوجة عمر بن الخطاب بتزعق له في البيت. يا نهار ابيض، امير المؤمنين الفاروق الحق بيتزعق له في البيت، فراح مدير نفسه وماشي، فبالصدفه عمر بن الخطاب بيفتح الباب، قال له تعال 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 يا راجل، انت كنت جاي فين؟ قال له جاي ايه، انا جاي اشتكي لك يعني فيما معناه في حالي، لقيت حالك يعني اهو. قال له لا، فاخده فيما معناه، قال له ليه ماسك، يعني زي ما فيما معناها ليه ماسك على الواحده معاها، ما بتغسلكش هدومك، ما بتراعيش عيالك، ما بتعملكش اي حاجه طيبه، انت فاهم؟ يعني ما تمسكوش للستات على الواحده. من هنا هو ده الاحتواء، من هنا تستقام الامور في البيت، من هنا تستقام الامور في البيت. ده وانت كده راجل بتكسب. يعني ده بيقول لك حتى المسح على شعر زوجتك صدقه. يا نهار ابيض، حتى لو صبرت عليها في بلاها، لو هي مثلا بلوى او ست مش كويسه او بتاع،
لا اتكتبت لك صدقة واتكتبت لك اتكتبت لك حسنة. انت فاهمني عند ربنا. طبعا انا بتكلم، انا عارف ان في ناس ستات لا تطاق، وستات مش كويسة، وستات ما تربطش، وستات همهم الوحيد ان هم ياخدوا، عايزين اللي بعده واللي بعده ياخدوا القايمه والعفش وياخدوا المهر وياخدوا الذهب واللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا فاهم ان في ست، انا ما بتكلمش عن النوع ده، انا بتكلم عن الست المحترمه اللي من بيت واعي. انت برضو لازم تبقى صبور وخلوق، ما تعاملهاش الند بالند. امال انت الاقوم ازاي؟ امال انت ربنا مديك القوامه، مديك في ايدك الطلاق، وفي ايدك كل الكلام اللي انا قلته ان سيدنا محمد بيوصينا عليهم ازاي. يبقى انت معلش انا اسف ناخدها اعلى منها درجه، فيبقى تطبطب عليها، تحن عليه، تستحملها على اعوجاجها. انت فاهمني؟ هو ده الاحتواء. البيوت تقام بالاحتواء، واي بيت بيت حصلت فيه مشاكل، صدقني الراجل كده يبقى هو اللي مش قادر يحتوي، مش قادر يروض ان الست اللي معاه. كل سنة وانتم طيبين، وانا حبيت اشرح لكم النقطة دي بس.